بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. باسي ما نعم أنكر ما نعم أنكر بدو بشو بشي كان مانع حكم بو بشكيت ريان مانع سبب بو وتمان مانع حكم لبر أويا شنك لمانع كدا يعني مانعك وصفك كمعناك تيايا أو وصفة كأو معنى لقل حكمتي حكمك يقناك به كوات وقتك أو وصفك إما بعنوان مانع لنزري أقرين يعني أو وصفيك معناك تيايا لقل حكمتي حكمك يقناك به أقر أو سري هل داو طيابو لو كانت ذاك إما قالك معنى حكمك أو وجودي بو يتنابي إما حكمك بكي ماشي. أما مانعي سبب شيء مانعي سبب بل او اشتهر او مثاليك او هنايته اما اشاريتي في اكيد لسل اوان كفي الزكاة مالكي ببي مالكي بقى برادي زكاة شرطي واجب بوني زكاة قيشتني مالكي بنصاب باشا نصاب يعني آستي زكاة مثلا نصابك بشرع عالم ذي يراو يشتو آسته بلين الحيوان ولا مرة بزنت شل دانة قار سي دانة وشتر بيرج دانة أبتاك قريبة بيرج دانة وشتر اقنابني مرة قد إلى زكاة لخلو دغلو دانة لدف وتفوتي جاي واحد إلا بيس فوتفوتي بلين أو لدغلو دانة شعلا فولة ربعي عشرة يعني تشليكة دوني ودرصدة أمانة ولي لقل أوشا كأمني أما ميزانيك الزكاة كي إما دري أكيد بلا مني صابي بودان لا وني صابكي أويا إما تابو ما نقاتا مثلا تلاتا نقاتا بيز مسقال زكاة ناكوي حالي بي مثلا يقرمي كم بي لبيز مسقالك زكاة نية أولا زيو تا نقاتا صوتش المسقال يعدو صديهم زكاة نية قال تانا قاتا سيسر حيوان نوري تانا قاتا شلسر وشر تانا قاتا قينج زكاة لفانية كقيشت أو حدا لين أما النصابة زكاة ورا جيري سبر كان بزاي إن بو زكاة ورا جرين يعني بو أقل تعدادي مرة كان مان قيبة شلدانا أمر عادي زكاة زين عليه أو حد مرزا مظني دولة مندية مظني غناية يعني وقت يك تو مرة كان جايين بشل دانا يعني تو غنيت تو لو أنا واجنا به وليك تو شل دانا مرة هيا وجودي شل مرة كا بوني شل مرة كا لوابتو هيا ما ظنية بو غينا ما ظنية يعني قمان جايا قماني دولة من بوني لأكري كديار يعني أنزل كما ظنية بنا بو أمرا علاوي أو كأتواني خرجوا في تاتي خود بري وبري أتواني كو مقبى ديقراني شكي بخلقي تري شكي بويا الشرع وازو يكاد سلم الزكاة بي قد نصاب شيا نصاب شنك مظني غناية أبي بسبب بو وجوب زكاة حكم كما لما وجوب زكاة دي نصابك سبب وجوب زكاة خب نصاب بو بو بسبب بو وجوب زكاة لبنو مظني غناية حالبي عايز حالي ولا خد دوايا وكاكشني وامرا انت كابرايك قرداره بلاش المري هيا ولي وقت ما شاركين قال قرد كاني باتوش المري بادي لمثال هنا تخوالو جاء ما قضيتي فقهيها الا فقه ما اصول اخوانين بس يواك لي اختلاف هي لو ده ايه اقل كسي قردانو قرد انا تمانعي زكاه يا نار تمانعي زكاه لواء اختلافين لبين العلماء برام إنه صرف من وايا بما مانع لها بس يوك واختي نية كاتوا قردان ومبرا دروسة نصابي هي نصابي المظنة غناية برام أن كان رأى قردان أقل وخي تماشى قردان كيدين أو معنى ولا نصابك هي معنى كتشيت يا مظنة غناية إذا أمر نصابك بمظنة غناية نية دينك هي لم لاو حال لو دين مظني فقره دين مظني فقره
أم دينا كلام لاو هيا شاكا كما ظني فقرة لو لاو لما ظني أو كوتمان ما ظني غناية أو ما ظني غناية لنصابك أسينيته يعني يتم نصاب هيا بلان أو نصابا يوا ما ظني غناية آخر نصابك سبب بوجوب زكاة كما ظني غنابي بلان وقتي ديني هاتبرو كدينا كما ظني فقرة حالو لا يتر او ما ظني غنا لنصابك اسيني وقت نصاب يبلا نصاب ما ظني غنانية يعني سببك لكارخة مانيع حكمك يعني واكال نصابه كنتواني السبب يبو حكمك كوجوب زكاة او مانيع سبب او حالو جاء الله مانع سبب وهو الذي يؤثر في سببي مانع سبب أويا تأثير لسببك أداعني باشا تأثير مانع لسببات شيئا ولا بحيث يبطل عمله بجوريك وكعمل سببك باطل أكاتو يعني سببك كجاران أيتواني تأثير داني لسر حكمك وجوب حكمك برهم رئيسانات واني وقلوا مثالا لما دا مثلا سببك مظني غنابه نصابك مظني غنابه وليس مظني غناني ويحول دون اقتضائه للمسبب وأوي بلانبر يعني أوي بريقر لبلانبري اقتضاء سببك ومسببك يعني إتوائي هاتوها سببك اقتضاء مسببك ناكا مقتدين يا بوي حالب بو وشواية أخلي أن في المانع معنى يعارض حكمة السبب وحكمك حكمتي بو شاكا سببك حكمتي هيا لذلك مانع حكم بو معنى يقل مانع كدا بو كمعنى كلقل حكمتي حكمك دا يقنى دكو أمر ليلة مانع سببا معنى كمان بلاي المانع كمان معنى كيتيايا كلقل حكمتي سببك يقنى كذي حالو مثاله الدين باشا منقص للنصاب دينك كم كروي نصابة في باب الزكاة لا باب الزكاة مثلا توش المرض هيا اگر حسابك قرض كان بيتو شاكا ده مرتمين بيز مرتمين سي مرتمين يا خير سي نو مرتمين شنو داني زهنا باشا يعني قرضك قسم على قرضك كقرضك منقصة بوني فأين أقل تولى المستوى الثوابي قرضك بيته هشتاش المرة الهرب ميني هل لني سبابي شاكا أو قرضة اعتباري مني بعنوان مانع حساوية قرضك منقصة بوني فأين باب الزكاة فالنصاب هو نصاب سبب لوجوب الزكاة سبب وجوب الزكاة بو لأن ملكية النصابي شنك ملكية النصاب يعني كسيكا مالك بيبو النازي ماوي دنياك او ماوى قيشت بيت آسي زكاة ليدان او اخوي مظنة الغنى مظنة يبو دولمان دي قمانقى يبو دولمان دي يعني كاولايت امزا غنية هو معلومشة والغني قادر على عون المحتاجين باشا دولمان دي اتواني كومكاري نياز مندان بي ولكن الدين بوام قرضك يعارض هذا المعنى الملحوظ في سبب الزكاة كوهو الغنى برام قرضك معارضاك بربركانئك لقل أم معنايك لنزل هلاوة لسبب زكاتك لا جاءوا معنايا كقرضك أشياء بقجياتية وهو الغنى كأيش دولة من بنا دولة من دية متواجبون ويهدمه كشوب بشاء الرخيني يعني هدميك واتأو غنى الرخيني ولي أن ما يقابل الدين من مال مالك النصابي شن أريوال براب القرزكاء لماوي أو كسيك داري نصابك ليس ملكه على الحقيقة عايزة لا حقا ملكي أوني عايزة توجه المرة الضبية فكرة كنتو أقل قرزكاء بيتو داني إلا من ركان بفروشي بو زكاة كابراء فس توسي منو مرة ده أو داني أنا وانا براب القرزكاء ملكي توني حارمي فلا تكون ملكية النصاب مظنة الغلا غنى فالذب اعتبارا مالكية نصاب يعني كسب أن ذي نصاب به ناتوان مظل غنى به يعني قمان قيد الله من دي به فلا يكون في النصاب المعنى الذي من أجله صار سببا للزكاة فذل نصاب نابي أمرا أو معنايك هرلبا أو معنايك بغي
نصابك بو بسبب وزكاة أو معنايات يا نامي كمعناك أو مظني غنابي وبالتالي وبدوي أودا لا يكون سببا مفضيا إلى مسببه يتشهر سببا أما سببك مفضي سراكيش ولا مسبب كيبينية ناقب كباشا مسببك وهو وجوب الزكاة كأو وجوب الزكاة أما مثال كتير بينه ومثاله أيضا يا ومثله أيضا هل وقدين ويا دوبارة يا وقد أو موضوعي سنوايا قتل الوارث مورثه قتل وارث يعني وارث كبرى بردوة سوارث كيا كاكا الله هاتون بو إرسكي باو مختي كتيا فكرين أم خوي باو كي خوي كشتوا شاكا معمولا نجلا بفي حديث قتل يكيك لموانع إرث يعني هر كسية كسية الكرجية إذ لو كسنا وواقشتيتي تيقين باشا قتل بوشي مانع به مانع إرثة آخر سبب إرث بذن شيء خبنا سوين ما نا هو هنا في روش شرطكين سبب سبب إرثة تو ما مثلا إرثة وإلي باوكي باوكي تقول إرثة وإلي باوكي خرابة في السبب آفة خرابة ولی وقتی قتل کارابو مثلا قربه با او خوی کجی؟ ام قتل معنای کیتیا که لگل قرابت آنکه بین قرابت وقتی ل آرادابو بوشی قرابت وسیم بوز کرد لبر آوا معنای پشتیوانی تیا ایسه مثلا وافرس که اگر با او کیتو احتیاجی با کومک بی خبر باری تو که خونان به من بین متوجه یا بین کیتی بین على بيئة احتياجي بوكو ما كان هي نيازية نخوش بيئة خدمتي وايا لبالشي كواتت ما شاكا قرابتك سبب بو إرزبري أو باوكا كإرزبوتو بجيالي أي شي بسر توو بوا أقر ذليل بيئة شا توو بخيويكي حالبي خوتن يا باري قادمتك تو نايلة نذر بقري بس ما شاكا قرابت مظني موالاتا موالات يعني فشتباني حالبي ديس مظيني أجر قرابة بو لقرابتك وموالات فيعني بس قرابتي أتواني سبب إرز به كمظني موالات به أما أجر هاتو وارثك أو قرابتك هي هاتو مثلا مورثك كشت قتلي هنا إتر أنجا قرابتك مظني موالات مية بلكو مظني معاداتة يعني جوش مناتي عور خبر يا حبيبي كواتت مشاكة إنسان لسب مانعك كقتلك يا كبريتي لمعادات يا لبي الرحمي شاكا معنايك هي كدجايتي هي يعني أشي بقشتيا بربركاني أكا لقل أو معنايك لسببك هي فزيت أمره سببك أو سبب نابيك بمان جيني بمسببك شجالي بشيكاتو قتل وارد ومورثك فهو إيسا قتل مانع لسببه مانع أبوه سببك كالقرابة ونحوها قرابة نحو قرابة أمان من أن يأخذ مجراه يعني مانع لويك سببك مجرى خوي بروع ري خوي ببيني باشا ويفضي إلى مسببه وبقاب مسببك خوي أو مانع جذيك هنا مسببك تيك وهو الإرس كلوا إرسا بولي أن في هذا المانع معنى شنك لمانع دا كبرك لقتل معناك هيك أو معنى يهدم الأساس الذي قام عليه الإرث أو أساس بناغ وبنرتك يقدا كإرث لسري ويساوى كأوتيا أوج وهو اعتبار الوارث خليفة للمورث أوج ويا كإيم أبويا أو ما برادست وارثك كين كأنما أموارث ما نبع عنوان خليفة وجانشين بو مورثك لنزل قرتنا يا أبو عبارتك من وثم أما هنا مظنيه وموالات وما كان بينهما من نصرة وموالات دائمتين يعني اعتبار وارث بعنوان خليفة وهو بازم يعني وهو أو معنايك إرسك لسري ويساوى أو أبوك لبين وارث وموارثة ولنصرتك وما كان ذلك موالات وصاياتي ومحبة وفشتوان ليكتل فهذه المعاني يعني أما كوارث خليفة موارث به أما كناصر ومنصور بن لغويكا أما كموالاتي يكتريان كرد به فهذه من لا تتفق بحال مع جناية القتل أما لغو جناية القتل يعني ما بيته كان جناية القتل
التي تهدم هذه المعاني أو جنايات قتلي كهم أمعنانك يا كذا شاكا. أود مثال ومثال ومثله أيضا ومثل أو يدوالة اختلاف الدين أو الداري، فكل منهما مانع للسبب. اختلاف دين مثلا وافرت كابرا درسته لقال خرقة كابرا خوي مسلمانة خرقة مسيحية، اختلاف دين يعني هي. دون نفر اختلاف دين يعني ناتوا الموالاتية كامل ولا قرابة هي ولا قرابتك موالاتي لسر مترتبة بين أمنية شن اختلاف دين هذا وإلي أكاك موالاتي نبي شن عقيدة وبين باور رواية حالبي بانكو كر أخاك استنقروا برويك وإلي أكاك استنقروا برويك يكتر بكجن هل أساء لسر قرياتيك أساء داهاتوا هل إكا جور إخساك ومسلمانا كركية في ويسيا عنا يكتر حالبي وقت لا عندما لقيت مزيد كربا وشر يعني دوبلا شر يعني اللي قبلت بس خوالة سنبويا هيك شال كافر نبو حالبو زي يا مثلا اختلاف دار ام لدار الحرب ايو وكو مثلا كافريكي زمي لقال كافريك لدار الحرب ايو ارسال بيق ناقا كن اسمه على تنصرة مشتيان لبين لقبانية اما اول زي كافر. والمانع من حيث هو مانعون لا يدخل في خطاب التكليفي. مانع لو روان جوا كمانع داخلي ناو خطاب التكليف نعنيه مثلا مانع عيسى كان نيه اخر خطاب التكليف اويك شرع تكليفي في ابكا فرتنا عيسى كان تو شلون بيجم تو ما بكد لحد نفابه باشا لولا اجر قرزاري قرزك مانع تخوش شرع اگر ذني مانع داخل خطاب التكليفي بياني شي يعني الشرع تو مجبور غاب او شي قرض كي بو او زكاه ندي اشتوابي كاتش ما شغل داخل خطاب التكليفي يا مكلف كاب او تو نبي قرض اربي اشي زكاه بي حالبي لحاله قرض اربوني من بخوبنيه بنا تواويه بوزعيه اقتصادي وانيه شاكا كواتا مانع من حيث هو مانع ممكن الاروان جاي كي ترو شتنا خطاب التكليفه اما الاروان جاي او كمانع داخلنا خطاب التكليف نيه كواتا فليس للشارع قص في تحصيله ولا في عدم تحصيله كواتا شارع هيج قصديكي لتحصيل يا عدم تحصيل يا نيه اي قتل حرام ولم من حيث او مانع شاكا داخل كتاب التكليفي أما من حيث أو كأما حرام وكارك خلافه أما داخل كتاب التكليفة محرمة حرام ونيا على حيثيته شاكا أي باشا هدف الشارع شيء ليوا والله إنما مقصود الشارعي بيان ارتفاع حكم سببي أو بطلان المسبب إذا وجد المانع فقد مقصود الشارعي هو بيان أو كحكم سببك لا شو المانعك هيا مثلا يعني شنك دين هيا يتل نصابك بكار نايا بيت السبب بوجوب الزكاة شنك قتل هيا يتل قرابتك بكار نايا بيت السبب بوجوب بري شاكر يا بطلاني مسبب لي أولا مثلا أول مانع حكمك ماني هنا يعني شنك أبود لك على هيا أبود مانعة يتل قصاص نية وجوب القصاص أما أول فلا يطالب المكلف بإيفاء الدين الذي عليه إذا كان عنده نصاب الزكاة لتجب عليه الزكاة. مكلف داوي أو ناكري مطالبة ناكري بدان نوي قرض أو قرضيك لسرية زمان أجل نصاب للابية يجني والله تعشق قرضك بيته حارسون تو نصاب ده تو قرضك بربال لتجب عليه الزكاة وهو الزكاة لفي الواجب ونيا عليه مكلف شركاري ونيا كما أن مالك النصاب غير ممنوع من الاستدانة حتى لا تسقط عنه الزكاة شاكر هروكم مالك مالك نصاب منعناك للا استدانة لا قرس كردن بوشي بوأي زكاة لساق النبي بيشن كاكا تو نصاب ده نار قرس كي با زكاة كي بيجان ويا وقل باو من احتياج مفهومة مجبور بقرس كي حاربي أبي كواتا شرع نظري تحصيل مانعك هي نظري عدم تحصيل شيء هي من حيث هو مانع هنا يتلقى طرانية كمانعة
خواهي قولي نظري هي بو عدم تحصيلي على تحصيلي ما كان تحصيلك هي حرامة عدم تحصيلك هي واجبة منتع من حيث هو كمانعة يوخي بك أبدا ما أجد توم ورسك أتكو جبائسي لي ببي يا ما يكو جبائسي لي ببي منين؟ ولكن لا يجوز للمكلف بلا منش هي هي فيلك نيه وقتك النزيكي وقتي ولا زكاتك بدا وأمانة أشياء مثلا اشتكاني أبخشي بجنكي أي بخشي بجنكي بكركي هو زكاتك يا نبي تا دواي أو كبخشي بو كأنما مالي أو دواي وإيداته بو متى أتمن بلا ينزمل ويتمنى ببي بيدم بتو بوادي ساعاتي وبوه تمكيتو ام جایتو خواهش تو وقتی آج نه تزکات به متعدد فول وقتیم کات تزکات میاد پاها ام جای دوای دو ساعت هستیم ما که بدی تو اینا که ایت من تازه بودم سه صاحب ام دنبال ویت من تا صارت المختانة يا عمر يا خرجي كم يا دوباره صارت في الله تروات مو زكاة بيندم يجي اما جناح حاضرين الله ولكن لا يجوز للمكلف يعني اجر بدون تكلف رواغي زندگي تايب كي انسان لخلال زندگيا مجبور بي بقرز دان بقرز كردن او هي زلالي بوني و نمواخذ و نهيشي ولتو بياني بفيل معركة مثلا ببخشي بيكي كتر لبنخاتي والزكاة تي واجب نبي دو عجلي سياني تو و ديار فيل للزكاة كريا على ولكن ناجب للمكلف اي يتقصد ايجاد المانعي وبرام جايز يبو مكلف كقص إيجاد مانعي ببيه بيه مانعك دروسك بوشي معنى دروسك للتهرب من الأحكام الشرعية بوهي كهربية لدى الأحكام الشرعية فهذا الباب الحيل أما حيل وليت والحيل لا تحل في شرع الإسلام حيل ولي لشرع الإسلام حرامية ويأثم صاحبها هركز جاءن جانبا كنا باردة أما تبعض حيلية جاء حرامية وأنا هيا شفقها مش قومية لقل أما اشتبانك أنا ما بو كلي كالذي مثلا وكو داني لو ان وحيدانه بغن سلبي حكمك اخواك اوا يعني حكمك اخوا لا بعد قطعيك يا زلالي كذا او حكمه زلاليه او حيله زلاليه كالذي يهب بعض ماله لزوجته تنقيصا لنساب الزكاه وكو مثلا كسي بعد لما ركي ابخشيه بن جنكي بوي مثلا لهنفع زكاة غير تخوها تنقيص زكاة نصابك نصاب زكاة كبكة قبل مرور الحول بل الحول بيت بسيط ثم يسترده باشا ليا سينيته ولا جنكة معركة لجنة بعد الحول دوا حول يسترده ليا سينيته دوا حولك من زوجته لجنكي هربا من الزكاة أوش بويا كابوي زكاة نبدا حاضرون موقف